ادينا عمار ولكن ماشي التمنوره ومره لزمايله ادينا عمار ولكن ماشي التمنوره صلاح بعد نزولهم ادي بقى اللاعب سمير التميمي بيفتح الملعب ناحيه الشمال احمد عمار استلم احمد لسه الكره مع احمد حطت عرضيه لكن كان ضم لجوه كده اللاعب احمد عمار ضم نص ملعب احمد عاوز يعمل كده مع كيتا مشوار ادي كيتا لاحمد عمار تعود المباراه الى منتصف علاء لكن اخر انتصارين على المريخ وبرفؤاد هل هيواصل مسيره الانتصارات؟ الدفاع عامله تمام لاعبي فريق الداخليه ادي عبد الحميد السيد مره ثانيه احمد عمار للاعب التميمي لاعب احمد عمار احمد تازم من حكم اللقاء كيتا استلم لاحمد مره ثانيه هيعمل عرضيه وبالفعل عملها عرضيه ولاعب احمد عمار خدع حلو احمد مره ثانيه محروس لكن عاليه مشتركه نجاتي واحمد دور القسم الثاني المجموعه الثانيه ادي بقى كيتا احمد عمار تعرضيه لكيتا لكن ناحيه اليمين ناحيه احمد عمار عاوز يعمل مشوار احمد وقف على كورته لسه ما حدش ظهر له من زمايله والله عمل مشوار حلو اعتمد على احمد عمار بقول لحضراتكم المباراه بقت على صفيح ساخن من جانب منتخب السويس اللي مطالب اللي لعب الكره ايمن قطه اللي شمال لليمين حطها لاحمد عمار عاوز يعمل مشوار احمد وحط فعلا ولكن خد فاول عيسى رامت التماس لعبت الكره احمد عمار وادي العرضيه لكيتا خطره اتلعبت للتميمي صانع العاب منتخب السويس لسه ما حدش ظهر له حطها ناحيه يمين احدى الحلول لتكتل الدفاع احمد عمار ادي احمد عمار يعمل عرضيه خطره لكن على طول كان في الوقت المناسب عاطف يوسف لكن توصل ليه التميمي وطلع له اللاعب علاء عيسى لكن هو لعيب اشول فين الملعب ناحيه اليمين للاعب احمد عمار امتى هتتظبط ادي الكره حلوه لمحمد صلاح لو راح جول حط الجول مش ممكن لسه فيها خطوره